في ذكراها الثانية بعد المئة، ثورة العشرين الخالدة تجسد بصورها الثورية من خلال إعادة تأهيل وافتتاح خنضاري، الخان الذي اندلعت منه شرارة الثورة بمقتل الضابط البريطاني لاتشمان. فالشيخ ضاري المحمود كان له موقفه البطولي في ذات الخان. خنضاري له أهمية كبرى عند العراقيين، كونه شهد حدث، هذا الحدث كان انطلاقة لتأسيس الدولة العراقية الحديثة اللي هي ثورة العشرين. هذا الحدث في ذلك الزمن قاده رجال يؤمنون بالوحدة، يؤمنون بالاستقلال، يؤمنون بالحرية، يؤمنون بعزة النفس، لم يرضخوا للأجنبي. أسس منذ العهد العثماني في العراق، وكان مركز التقاء القبائل المسافرة من الحجاز إلى الشام ومحطة استراحة مهمة. فبعد الإهمال الذي طاله أعيد ترميمه من قبل مؤسسة الضاري للتنمية والتطوير وبإشراف مباشر من الشيخ جمال الضاري، فأصبح هذا الإرث مركزا سياحيا مهما. خنضاري بعد 2003 تعرض إلى أهمال كبير، تحول من خان إلى مكب للنفايات صراحة. لكن بعد أن مؤسسة الضاري قامت بترميمها، بعد أن حصلت الموافقات الرسمية من الهيئة العامة للآثار والتراث، لأن الخان يعتبر تابع للهيئة العامة للآثار والتراث، قامت بترميمها واستخدام الجودة التراثية من الطابوق والمادة الجصم النورة. انقتل هنا القائد البريطاني لاتشمان، قتل الشيخ ضاري وأحفاده يعني وأبنائه. فيعني هذه نقطة تحول، أنت من تعيد التاريخ، هذا عمره صار 102 سنة، يعني مفخرة لكل العراق إضافة إلى عشيرة الزوبة. بدقة عالية رمم خان ضاري وأعيد إلى الواجهة، فرغم خانات بغداد العريقة والمهمة، خان ضاري له أهمية مميزة لما حمله من واقعة تاريخية خلدت للأجيال القادمة. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.